أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساء. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وقيل من راق كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وقيل من راق وظن أن فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى ثم ذهب إلى
فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة ثم كان علقة ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق فسوى
أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أن يحيي موتى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى إن
الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فانصب صدق الله الفاتحة وهكذا إخوة الإيمان والإسلام ختمت ليلتنا القرآنية بخير حديث لا يمل سماعه وصوت يترقبه الجميع استماعه عشنا بين الفرقان بين الحق والباطل آيات
آيات بينات من كتاب الله العزيز تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمود زعيمة القارئ والمقيم بقرية كفر رماح مركز منوف. وكان معكم وبتوفيق من عند الله أحدث مكسرات الصوت والضوء لصاحبها حازم العسوي بسرس الليال بالاشتراك مع المعرض الفني للفراشة الحديثة الكبرى إدارة المتوكل على الله عاطف الصعيدي في الحامول. أيها السادة المعزون شكر الله سعيكم وللفقيد الرحمة ولأهلي الصبر والسلوان الذي انتقل من دار الفناء إلى دار البقاء وهذه سنة الله في خلقه. وإلى هنا تنتهي إذاعتنا من هذا المكان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.